هيئة أبو ظبي للدفاع المدني تشارك ضمن جناح حكومة أبو ظبي في معرض جايتكس 2021 لتقديم أفضل ممارسات والتطبيقات الرقمية في استعراض نظام درع إلكتروني ووحدة درون الإطفاء. عندنا الدرون الإطفائي يمكن التحليق بارتفاع 800 متر، مدة التحليق 35 دقيقة، قادر برفع حمولة وزن 35 كيلو، مزود بقاذف، قادر بإطلاق 6 قذائف خلال الرحلة الواحدة، كل قاذف يغطي مساحة 10 متر مربع، وأيضا مزود بسلندر فوم، وأيضا مزود بكاميرات لعمل الاستطلاع أثناء الحوادث، كما يمكن استخدامه كمرشد سلامة أثناء عمليات الإخلاء وتوجيههم لنقاط التجمع الآمنة. تأتى اليوم مشاركتنا في معرض جايتكس 2021 على نظام درع إلكتروني يحتوي على قاعدة بيانات كافة المباني والمنشآت بإمارة أبو ظبي، والتي تعني بمتطلبات الاستيفاء، اشتراطات الحماية المدنية والصناعية ومركبات المواد الخطرة.